أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. فأصدقائي بهذا الفيديو راح نتناول ارتفاع عملة لونا وعملة لونا كلاسيك. هذا الارتفاع اللي تكلمنا عليه بالفيديو الأخير اللي كان قبل يومين، طبعا كانت فرصة كبيرة وفرصة مناسبة جدا للاستثمار بهاي العملتين. طبعا حققنا مرابح فاقت 70% بهاي العملتين خلال 48 ساعة. هتكلم كل هالنقاط بهذا الفيديو. طبعا راح اتكلم عن نقطة تانية اللي هي تهديد اكبر مؤسسة هاكر لدوكوان مؤسس عملة تيرا لونا. هل راح يأثر هذا التهديد على عملة تيرا لونا بالسلب ام لا؟ اما مش فيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسوا تنضموا لقناة على التليجرام، راح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الآن. طبعا اصدقائي عندي ارتفاع كبير صار بعملة تيرا لونا كلاسيك اللي ارتفعت بنسبة تقريبا 73% من اخر 48 ساعة تكلمنا فيها في الفيديو السابق. طبعا بالفيديو السابق تكلمنا انه احتمال عملة تيرا لونا كلاسيك ترتفع اكثر من عملة تيرا لونا، طبعا انه بعد كسر ترند الهابط الى الاعلى، بعد كسر ترند الهابط ممكن نشوف صعود جبار لعملة تيرا لونا وعملة تيرا لونا كلاسيك، وان ممكن عملة تيرا لونا كلاسيك ترتفع اكثر من عملة تيرا لونا 2.0. طبعا ارتفعت عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة 70% بينما عملة تيرا لونا ارتفعت بنسبة تقريبا 50 إلى 48% من لحظة حديثنا عن العملة في الفيديو السابق قبل 48 ساعة. طبعا الحمد لله حققت مرابح من العملتين وهذا امر ممتاز جدا جدا. طبعا الاشخاص اللي علقوا قالوا انه عملة تيرا لونا لا تصلح للتحليل، اي عملة ذات مشروع تنطلق على منصات مركزية كبرى فهي صالحة للتحليل، تتأثر بالاخبار لكن التحليل كمان بيلعب دور كبير. مثل عملة تيرا لونا ما في اخبار ايجابية، ما في اي تحركات او عمليات حرق، بالعكس عملة تيرا لونا زيادة بعدد التوتال سبلاي ارتفع تقريبا 4 مليون قطعة، وعملة لونا كلاسيك طبعا قل التوتال سبلاي لكن هذا سبب ارتفاع بشكل اكبر. طبعا ما في اي اخبار ايجابية عن العملتين، بل الاخبار السلبية عن شركة الهاكر العالمي انينومس اللي هددت التوكوان، اخبار سلبية طبعا لكن ارتفاع العملة بعد كسر الترند الهابط. اصدقائي هيك عملات الشغل فيهم فيهم مرابح كبيرة ومرابح جميلة جدا، لكن الشغل فيهم لازم يكون بحذر جدا وحذر كبير جدا جدا. طبعا الف مبروك اشخاص دخلوا معنا بهاي العملتين. بالنسبة لمقياس الخوف والطمع لسه نحن في منطقة خطيرة جدا، منطقة 12 درجة. طبعا اما بالنسبة لتحليل عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك، هلا نحن عم نواجه مقاومات، اذا فشلنا بكسر مقاومة 15 حنرجع نختبر منطقة الاربع اصفار. حاليا عندي مقاومة على 11.8، عندي مقاومة على المنطقة التالية اللي هي منطقة 12.80، مقاومات عنيدة جدا، حاليا عم ننتظر الكسر فقط. ممكن المقاومة تنزل لمنطقة الهبوط اللي صار او منطقة المنطقة اللي بدأ منها الهبوط اللي هي عند منطقة 11.60. طبعا نحن انخفضنا تقريبا من منطقة ال 11.200. طبعا متوقع عملة لونا كلاسيك ترجع تضرب في المقاومة بعد يصير عندي ارتداد وبعدها كسر مرة اخرى. هاي بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا مقاومات عملة تيرا لونا، انا عندي مقاومة مهمة جدا اصدقائي اللي هي مقاومة الـ3 دولار، هاي اصعب المقاومات انا حاليا عم بواجهها على عملة تيرا لونا. في حال كسر مقاومة الـ3 دولار ممكن نشوف منطقة الـ4 دولار ومنطقة الـ5 دولار، لكن انا تركيزي وجميع خططي او جميع صفقاتي راح سكرها عند سعر الـ3 دولار. طبعا اصدقائي مجموعة الهاكر العالمية انينومس عم بتقول لدوكوان مؤسس عملة تيرا لونا نحن قادمون. طبعا بدأت هاي المنظمة بتتبع تصرفات وسجلات مؤسس عملة تيرا لونا لحتى تكشف تلاعب واحتيال دوكوان، وطبعا ممكن ينحل للتحقيق اذا طلعت ادلة قوية ضد دوكوان. ممكن هذا الشيء اصدقائي يرجع يسبب انهيار بعملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك مرة اخرى. طبعا ممكن نتعرض لعملية احتيال ثانية، هاي النقطة ما بستبعدها انا بصراحة.
ممكن تصير عملية احتيال على عملة تيرا لونا 2.0. تخزين هاي العملة خطير جدا أصدقائي، يفضل المضاربة في حال الارتفاع الحالي، طبعا في حال تحرك أو الفوليوم المرتفع. أنا أفضل المضاربة بعملة تيرا لونا، مضاربة وليس تخزين. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المادة الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.